مع نشر جريدة الأخبار في عددها الصادر اليوم مقالاً عنوانه أوجيرو تغرق بالفساد، كرت سبحة التسريبات والشكاوي من خالد الديماسي إلى سلف الموظفين، لكن الأبرز بقي جدول الرواتب، حيث تربع المدير العام لأوجيرو عماد كريدي على رأسها براتب 112 مليون ليرة لبنانية. إيدي بزنارك إذا بتريد، يا ريت والله، في عندي ولد بدي يبعته على 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 اوروبا السنه الجايه، ايدي بزنارك اذا بيطلع معاشي 112 مليون بكون ممنونك. هدول اللي عم ندفعهم فروقات سلسله الرتب والرواتب اللي انقرت من سنه من هلا، يعني اذا الواحد بس بيعمل حسبه بسيطه من هلا لا السنه الماضيه لشهر 8 سنه الماضيه، هدول فروقات الرواتب يعني اذا فروقاته 112 مليون بقول لك ايدي بزنارك، عم بقول لك ايدي بزنارك، عم تنفي المبلغ، اكيد عم بنفي. على الرغم من نفي كريدي المبلغ المذكور، لم يكشف الرقم الذي تقاضاه، وعن 15 مستشارا للمدير العام يقول وين جايبين هالمعلومه؟ اكيد لا، اكيد لا، مستشارين عندي خمسه. الابرز مياومون جرى توظيفهم في الاشهر القليله التي سبقت الانتخابات وناهز عددهم 600، مقسمين بحسب انتماءاتهم السياسية والطائفية. بدي أذكر هون بس أنه نحن عندنا مشاكل كتير كبيرة، والناس كانت عم تشكي من أنه الشبكة فيها أعطال وفيها مشاكل و و و و لتقدر تتعامل مع هالكم الهائل بدك عناصر، وهذا السبب اللي خليني أنا أمشي بالتوظيف حسب حاجتي بالمناطق. بفترات انتخابية الناس كانت عم تطلب خدمات، صح، وهذا شيء من حق وكل نائب يطلب خدمات لمنطقته. أنا ما بنفي هذا الموضوع، بس نحطه بخانة واحدة بمكان واحد هذا إجحاف، علما أنه نحن عم نمشي ضمن هالتوازنات بأنه الشخص المناسب بالمكان المناسب بقدر الإمكان بحسب الموجود. من أبرز ما خرج إلى الضوء اليوم ملف خالد ديماسي موظف أوجيرو الموقوف بملف أحداث عبرة، الذي نشر له تفصيل راتب شهر أيار، ما يشير إلى استمراره في نيل راتبه وبدل سلسلة الرتب والرواتب، وهو موقوف لا يحضر إلى العمل. أنت اليوم بعده موجود على السيستم الزلمي، لما بتعمل رن أنت على الرواتب ممكن يطلع بعده موجود، لأنه نحن ما فصلني، ما فيني أفصله من عمله، أنا بوقف راتبه، بوقف مفعيل الراتب تبعه لحين أنه يطلع قرار قضائي. إضافة إلى ما سلف، تهمت أوجيرو بتبذير ما يقارب مليون دولار لتغيير لوجو الهيئة. أنت بتعرف لما بدك تعمل براندينج اكزرسايز، بتعرف أنه إذا أنت بدك تعمل براندينج اليوم للتلفزيون الجديد تعرف شو بتعمل، مش قصة تغيير لوجو بمليون دولار، معلش استخفاف بعقل الناس، يعني وصلت المرحلة لمحلات كتير بعيدة انه نحن عم نستخف بعقل الناس انه اللوجو مليون دولار، انه بنصغرها شوي لتوصل للوجو يعني. وترصد دوائر أوجيرو ايادي خفية لعبد المنعم يوسف، الذي لا يزال يحتفظ بولاء عدد من الموظفين، ويبقى الايام المقبلة ان تثبت ان كان نهج الفساد مستمرا او ان كان كريدي يسعى كما يقول لتطوير أوجيرو. حسان الرفاعي، قناة الجديد.